طيب يا اخوان اذا نزل الله، شوف السؤال عادي بعض الناس يحس انه مهم والله ما ينبغي ان يقال، مو يعني يقول اذا نزل الله في الكويت ثلث الاخير في امريكا، هذا راجع لاي شيء يا اخوان؟ تشبيه في الاذان، شبهت الله بالمخلوقين. طيب يا اخوان اذا نزل الله هل يخلو العرش او لا يخلو او نتوقف؟ هل يخلو او لا نخلو او نتوقف؟ من يقول نتوقف؟ من يقول نتوقف؟ طيب من يقول يخلو؟ يخلو تقول؟ لا أنا أقول لا يلزم خلوه خلوه. أقول تقول يخلو؟ لا. من الذي يقول لا يخلو؟ ولا واحد؟ أنا أقول لا يخلو. أنت بسم الله. طيب يعني أنت تقول لا يخلو؟ لا يلزم خلوه من العرش. وما يقوله صاحبنا عليه إجماع السلف الأوائل، حكى الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية، قال هو قول أحمد وإسحاق ونعيم محمد القزاعي. لماذا يا إخواني؟ الله سبحانه، طبعا أهل السنة المقدسي عبد الغني المقدسي ذهب إلى التوقف، ابن مندة ذهب إلى أنه يخلو، جمهور السلف بل هو قول السلف كما يقول شيخ الإسلام أنه لا يخلو. لماذا يا إخوان؟ الأدلة عندنا كثيرة أن الله استوى على العرش، ليس كذلك؟ من أين لنا أنه يخلو؟ ومن أين لنا التوقف؟ لماذا نتوقف؟ الله يقول استويت وانت تقول اتوقف؟ قال لانه ينزل، ظنك هذا ينزل يلزم من خلو العرش، هذا بسبب ايش؟ التشبيه. اما قول السلف الاول هو ان العرش لا يخلو، ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. لا احسنت يا شيخ.